أهم أنواع الصناعات. تتنوع الصناعات بين صناعات استخراجية، تحويلية، تجميعية وحرفية. ما هي الصناعات الاستخراجية؟ تعتمد هذه الصناعات على مواد مستخرجة من الأرض مثل الإسمنت، البلاط، قطع الأحجار وصقلها، البورسلين إلى آخره. أما الصناعات التحويلية فهي تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى صناعات استهلاكية مثل الصناعات الغذائية، الجلدية، النسيجية إلى آخره. مثلا الحديد والألومنيوم تصنع على شكل قضبان أو صفائح، يجب تحويلها قبل إنتاج مصنوعات منها مثل الشبابيك والأبواب وغيرها. الخيوط والأقمشة يتم تحويلها إلى ملبوسات، كما أن الخضار الطازجة يتم تحويلها إلى منتجات معلبة. هذه كلها صناعات تحويلية. أما الصناعات التجميعية فهي تقوم على استيراد قطع مفككة، يتم تجميعها وتركيبها لتصبح قطعة واحدة جاهزة للاستعمال مثل السيارات، البرادات، الغسالات، تلفزيونات، كمبيوترات، مكيفات الهواء إلى آخره. الصناعات الحرفية هي تعتمد على العمل اليدوي وبعض الآلات القديمة مثل الفخاريات، الألبسة المطرزة، الزجاج المنفوخ، الحفر على النحاس، الفضة، صناعة الأجراس، صناعة السكاكين المطعمة إلى آخره.